جاي تشذب علي؟ أنا فكرني هبيلة جاي تضحك علي؟ ولا كبصرة تلاقيك سهران طول الليل مع موفق وطلق ولا داير ثامل على ثمك هون ولا هون وجاي تقول لي مريض تعبان وقلت يلا المختار بيصدق وبتمر عليه. لا 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 يا مختار أنا مريض لوز حتى لد عليهن. لد؟ يلدك قرد لوش لد عليهن؟ عشان تصدقني بعدين مدغم مع أبو دغيم. ها معك أبو دغيم؟ المفاخات شايف هذا من النوم أبصر وين باقي نايم طول الليل. والله اسمع إذا بالكمات على ثمك لا أخليك فعلا تدغم. بركي جد فكرني هبيلي بدأ صدقك. مش راح أصدقك. ما أنت عمتك فاطمة موتها 3 مرات، خالتك ظريفة اندعست 3 مرات كمان، عمك بدري مين بعدين معك بكيش تبطل هالكذب بعدين معك. أقول لك إذا أنك صادق احلف. يلا شوف. أها شفت أنك كذاب. اسمع عقاب إلك ما تخلينيش ولا حبة غبرة على كل علبة حمص على بلاكيتات السيرف وتنظف لي الدكاني مظبوط. أقول لك كمان حبات العدس الغبرة اللي عليهن بدك تمسحين. أفليهن أنا اللي بدي أفليك وألعن أبو الماثل اللي أنت منها. واسمع ولا تلهون.